ماذا يحدث لدى الأطفال، لدى المراهقين وحتى لدى الكبار عندما لا ينامون بشكل مثالي؟ النوم هو النمو، النوم هو استرجاع الطاقة، النوم هو التزود باللياقة الذهنية. الأطفال مثل الكبار، ولكن الكبار لا يستطيعون أن يناموا بعضهم، والصغار لا يريدون أن يناموا، ولكن الترتب الذي يأتي من خلال عدم القدرة أو عدم النوم بشكل جيد يمثل في الصغار التعب والإحباط، النعاس المستمر خلال اليوم لما يروحون للمدرسة، لما يروحون في عملهم، أيضا قلة الحماس والدافع، لا يصبح لديهم الحماس ولا الدافع نظرا للتعب الذهني والتعب البدني. أيضا يصاحب الأطفال قليلي النوم الذي لا يحظون بعدد ساعات كافية من النوم فرط الحركة كرد فعل للحالة الذهنية التي هم عليها. الغريب فرط حركة للحالة الذهنية التي هم عليها، ولكن بشكل متكرر وشكل قصير. أيضا عدم التركيز، عدم القدرة على التركيز، ونلاحظ هذه من خلال المهام والتوجيهات التي تعطى لهم، وأيضا في الحالة الدراسية بعض الأطفال يشعرون بأنواع من الصداع. وأيضا دراسات كثيرة أوجزت بأن قلة النوم لا علاقة بزيادة الوزن أيضا، وأيضا مع قلة النوم والتي يحتاجها المراهقين من 9 إلى 11 ساعة بالنسبة للمراحل الأولى في المدرسة، من 8 إلى 9 ساعات بالنسبة إلى المراهقين من سن 15 فما فوق، أيضا قلة النوم في هذول تصبح سهولة حصولهم على الأمراض وسهولة حصولهم على الأمراض. النوم جزء مهم، النوم له استراتيجيات، النوم يساعد الطفل والشاب والبالغ والمراهق في التركيز، في التحصيل، في الاستشفاء، وأيضا في المجهود الذهني والعقلي.